طبعا قمة مهمة في توقيتها، في دلالة حضور ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طبيعة التحديات والمشاكل اللي بتواجه العالم كله، وكمان بالتأكيد بتكون فرصة مهمة للقاءات الثنائية والتواصل المباشر ما بين الرؤساء والزعماء، وده اللي قام بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي تمثل في عدد من اللقاءات المهمة اللي أجراها هناك. زي ما بقول لحضراتكم، النهاردة الرئيس بدأ نشاطه في قمة العشرين بحضور جلسة تمكين المرأة، وشارك كمان في جلسة معالجة عدم المساواة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة عدم المساواة، طرح من خلالها المحاور الرئيسية اللي مصر شغالة من خلالها في مجال معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة. أما بالنسبة للقاءات الهامة اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليابان على هامش مشاركته في قمة العشرين، السفير بسام راضي قال إن اللقاءات الثنائية اللي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القادة والزعماء المشاركين في القمة من امبارح للنهاردة، سواء كنا بنتكلم على اللقاء اللي جمع الرئيس مع رئيس وزراء اليابان، رئيس وزراء إيطاليا، لقاء كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، كان في إجماع إن اللقاءات دي كلها ويعني كل الحضور اللي كانوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أشادوا بالتجربة المصرية الناجحة.